أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نتابع فيها مستجدات ما وصلت إليه خطوات تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى والمختطفين. وفقا لديباجة الاتفاق الخاص بتبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، فإن هذا الملف الإنساني لا يخضع لأي حسابات سياسية أو أي أمور أخرى، ويكون منطلق الأطراف ولم شمل الأسر المكلومة. وبناء على ما يفترض أن يتم، فإن الطرفين قد تبادلا ملاحظات كل منهما على كشوفات التبادل، لكن ما حدث أن الطرف الانقلابي أعلن في مؤتمر صحفي عقده أمس في صنعاء أن كشوفات الشرعية تضمنت اختلالات، من بينها المطالبة بإطلاق أسرى تم إطلاقهم وآخرين قال إنهم دواعش وقاعدة. الحكومة لم تعلن أي ملاحظات على كشوفات الحوثيين، لكنها تبدو على الأرض تخطو نحو التنفيذ من خلال فريق يقوم حاليا بتهيئة ظروف استقبال الدفعة الأولى من الأسرى والمعتقلين والمختطفين في مدينة سيئون بحضرموت. على الضفتين يقف أهالي وذوي الأسرى والمختطفين والمعتقلين يترقبون بقلق خطوات التنفيذ، قلق يشوبه الخوف من أن يكمن الشيطان في تفاصيل يمكنها إجهاض أو عرقلة التنفيذ. في حلقة الزوايا هذا المساء نناقش المستجدات في محورين: فرص نجاح تنفيذ تبادل الأسرى والمختطفين، والمعوقات المحتملة والدور الأممي في تجاوزها. نبدأ النقاش بعد التقرير. وفقا لمضمون اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمعتقلين بين الحكومة الشرعية والميليشيا الانقلابية، فإنه من المفترض أن تكون الملاحظات قد سلمت يوم 25 من ديسمبر الجاري بشأن القوائم المتبادلة، لكن حتى الآن لم يصدر أي بيان أو توضيح من مكتب المبعوث الأممي بخصوص ذلك. بادر الطرف الانقلابي لإعلان ملاحظاته العمومية على قائمة الحكومة الشرعية قائلا إنها تضمنت ما وصف بالاختلالات. وقال عضو الوفد الانقلابي لمشاورة السويد عبد القادر المرتضى في مؤتمر صحفي إن الكشوفات المقدمة من الشرعية تضمنت 9147 اسما، بينها أسماء مكررة وآخرون تم الإفراج عنهم مسبقا حد زعمه، موضحا أن الكشف احتوى 2171 اسما مكررا و1144 ممن تم إطلاقهم مسبقا، إضافة إلى 1460 اسما وهميا وغير مستكمل البيانات. كما قال الحكومة من جهتها لم يصدر عنها أي تعليق حتى الآن، لكن المعلومات تشير لأن الإجراءات تمضي قدما نحو التنفيذ العملي لما تم الاتفاق عليه. وفي تغريدة على صفحته في تويتر أفاد عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد هادي هيج أن الاستعدادات تجري لإعداد مكان تجميع الأسرى وتجهيز ما يلزم من مأوى وغذاء. جدير بالذكر أن اللجنة السداسية المشتركة المكونة من الطرفين الحكومة والانقلابيين كانت قد باشرت عملها في 22 من ديسمبر الجاري، ومن مهامها وفقا لما اتفق عليه متابعة الإجراءات التنفيذية وتشكيل لجان ميدانية لانتشال الجثث وتبادل الأسرى. أبدأ النقاش مع ضيفي من نيويورك من الولايات المتحدة الأمريكية المحامي والخبير القانوني عبد الرحمن بربان. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا وسهلا. كيف تتابع خطوات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملف تبادل الأسرى والمختطفين؟ حقيقة نتابع هذا الأمر ولدينا أمل كبير في هذه المفاوضات أن تنجح في الإفراج عن المعتقلين، وإن كان هناك تبعث تخيب أماننا في بعض الأحيان، لكن يبدو أن هناك إصرار دولي بالضغط على الأطراف للإفراج عن المعتقلين. أيضا هناك أيضا متابعة جديدة من قبل أهالي المعتقلين وأقاربهم على مدار الساعة، وهم إلى الصباح دائما المجموعات التي تشترك فيها أمهات المعتقلين وأقاربهم تظل في حالة من الترقب وحالة من نقل الأخبار من المواقع ومن أيضا من القنوات الفضائية إرسال الروابط حول ما يدور في ذلك. فهناك ترقب شديد، أعتقد أنه أكثر الناس ترقبا هم أقارب المعتقلين وأيضا المحامين والعاملين في هذا المجال. طيب، يقال الشيطان يكمن في التفاصيل، برأيك ما الذي يمكن أن يعرقل أو يؤخر الإنجاز في هذا الملف؟ نحن نخشى أنه كما سمعنا أنه هناك تحدثوا عن أسماء وهمية أو غير موجودة، وهذه هم المخفيين قسريا، هي أكبر مشكلة سنواجهها هي قضية المخفيين قسريا. حتى الآن هناك مخفيين تقريبا حدود 1000 أو أكثر من 1000 شخص لا يعرف مصيرهم، وهذه الأسماء أغلبها لدى جماعة الحوثي، بل انه ربما تكون جلها لدى هذه الجماعه.
يعني بعضها قد أمضى منذ 2014 منذ دخول الحوثيين إلى صنعاء. هناك أشخاص في نفس اليوم من 21 سبتمبر أو من قبلها من 18 سبتمبر كان أول مخفي قسريا وهو كان قائد قوات حماية التلفزيون حتى الآن، والعقيد العيزري لا زال مصيره مجهول، وهذا نموذج إلى الآن لم تأثر في جماعة الحوثي، رغم أنه هناك معلومات أنه قد نقل من سجن إلى سجن وقد التقى بعض السجناء. لكن هناك كثير من أمثال العقيد العيزري، هذه ستكون الإشكالية الكبيرة التي سوف تنكر جماعة الحوثي وجودهم لديها، بالإضافة إلى تعللها بأنه هي تصف كل من يخالفها بأنهم دواعش. نحن ندعو الطرف الجانب الحكومي على أن يلتزم يعني بما نصت عليه الاتفاقية، وأن يقدم كل الأسماء التي موجودة لديه حتى لا يكون هناك أي عذر لجماعة الحوثي تتعلل فيه للتنصل من الإفراج عن المعتقلين. طيب أستاذ عبد الرحمن، إذن هناك حالة غموض في بعض الحالات خاصة المخفية قسريا، برأيك المجتمع الدولي رعاة هذه الاتفاقية كيف سيتعاملون مع ميليشيا الحوثي في هذه النقطة في ظل غموض الآلية المتبعة لتنفيذ هذه الاتفاقية فيما يخص ملف الأسرى والمختطفين؟ أعتقد أنه هذه النقطة هي الأهم في المفاوضات، في مفاوضات الأسرى بأكملها، باعتبار أنها يعني العدد كبير جدا، بالإضافة إلى أنه أهاليهم لا يعرفون مصيرهم حتى الآن. والشيء الذي يخيف أكثر أنه هناك كثير من حالات قد ظهرت، يعني توفى كثير منها تحت التعذيب، كانت جميع هذه الحالات في حالات مخفية قسريا. يعني أعتقد أنه جميع 132 شخص قد قتلوا تحت التعذيب لدى جماعة الحوثي كانت حالات مخفية قسريا، لم يعرف الأهالي والأقارب إلا عندما استدعوا لاستلام الجثث. فعلى جماعة الحوثي أن تبين يعني مصير هؤلاء المخفيين، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل على أنه كل طرف أخطف شخص في إطار سيطرته يكون هو المسؤول، وهذا هو ما يتعامل معه المجتمع الدولي دائما، انه المخفيين قسريا تتحمل السلطات التي موجوده سواء كانت سلطات شرعيه او ميليشيات، تتحمل مسؤوليه الاختفاء الاشخاص الذين يقعون في تحت مناطق سيطرتها. طيب استاذنك بالبقاء استاذ عبد الرحمن، اشرك معنا من مارب في النقاش الناشط الصحفي والحقوقي المهتم بقضايا المختطفين حسين الصوفي، ونحن نناقش خطوات تنفيذ هذا الاتفاق. انتم اعلنتم عن عداد زمني لمتابعه ومراقبه عمليه التنفيذ، يبدو حتى اللحظة أن هذا الجدول الزمني غير منضبط، برأيك لماذا كل هذا التأخير؟ شكرا جزيلا لكم، مساء الخير لكم الأستاذ عبد الرحمن برمان أستاذنا وحبيبنا وللمشاهدين الكرام. الإشكالية الكبرى أن منذ ربما بدء الاتفاق أو مشاورات الجنيه، للأسف الشديد المنحنى الذي لا يزال مخيف بالنسبة لنا ولا زلنا يعني مصر عليه ونتابعه، أن ملف المختطفين او ما يسمى الان بالاسرى، وهي التسميه المرفوضه طبعا قانونا وايضا شكليا وموضوعا، لكن الملف لا يزال مرتبط بالقضايا السياسيه للاسف الشديد، وهذا هو تسويس لهذه القضيه الانسانيه. وما نراه من الغموض والالتباس والتباطؤ والتاخير، نرى ان هناك في المقابل احيانا اذكاء واحياء لمثلا ملف الحديده او بعض الملفات على حساب ملف المختطفين، وكانه لا يزال حتى اللحظه يتخذ من اجل ضغط الضغط على الجانب الحكومي حتى تقبل ببعض الخيارات التي يطرح عليها المجتمع الدولي. وهذا للاسف الشديد ما نلمسه وما نامل ان يتم الضغط من قبل الحكومه على كيف الدولية. طيب هذا حتى الان يبدو انه غير واضح وغير ملموس، هذا التشابك والترابط بين الملفات، يفترض ان كل ملف يتم السير فيه بشكل مستقل ولكل ملف لجنه معنيه. بالتأكيد، يعني مثلا لو افترضنا أن هذه اللجنة مثلا هي هكذا بدت شكليا ظاهريا، لكن الجدول الزمني أو التأخير الطويل الذي منح مثلا أسبوعين تبادل الأسماء وإظهار الملاحظات عليها، بينما كان المفترض كما ذكر الأستاذ عبد الرحمن كان المفترض الآن بالصليب الأحمر الدولي وهو المتواجد الآن في صنعاء أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الأقل أن تقوم بزيارة هذه الفترة أثناء هذه المفاوضات أو أثناء هذه البحث في محاولة يعني إنجاز هذا الملف، على الأقل أن يقوموا بزيارة الآن إلى سجن الأمن السياسي أو سجن هبرة سيئية الصيت الذي فيهما الآن نحو 100 حالة من المرضى في هذه السجون، ربما يتعرضون يعني عندهم أمراض خطيرة أو مزمنة لم يقم أحد بإسعافهم منذ أكثر من سنتين. وهذه نزاعات متكررة وتتوالى الرسائل للصليب الأحمر والمفوضية الثانية، على الأقل في هذه الفترة أن يتم إبداء حسميات وأن يتم زيارة هذه السجون على الأقل
للقيام بالواجب الإنساني ودورها الحقيقي، لكن هناك للأسف الشديد تباطؤ في هذا الجانب. طيب أعود للأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، هناك معلومات من صنعاء تتحدث والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، تتحدث عن زيارات مكثفة يقوم بها مسؤولين في النيابة التابعة لميليشيا الحوثي إلى السجون لتقديم عدد من المحتجزين والمتواجدين في هذه السجون للمحاكمة، ما الهدف من هذه الخطوة برأيك؟ نعم، أنا كنت أسجل هذه النقطة حتى لا أنساها وذكرتها أنت. هو طبعا الهدف طبعا نقطة مهمة، أنه كان بعض القضاة عندما سمعوا بالاتفاق توقيع الاتفاق لتبادل الأسرى قد أجلوا جلسات المحاكمة وأخبروا المحامين قالوا سوف نأجل الجلسات حتى نرى إذا كان هناك اتفاق، ثم يتفاجأ المحامون بتقديمهم بنفس القضاة يقولوا قدموهم للمحاكمة حتى دون إعلام المحامين، قالوا نحن سنمشي في إجراءات قضائية وإذا جاء الاتفاق، دليل على أن هناك تسيير للقضاء وهناك ضغط من قبل جماعة الحوثي حتى يعني يكون لديها ملفات ضغط، هي تريد أن تلعب ملف المعتقلين، تقول لدي هؤلاء ارتكبوا جرائم، هؤلاء أمام القضاء، لكن هم لا يعني يدركوا ويعلموا هذا الشيء أنه الاتفاق قد شمل كل شخص اعتقل سواء كان محكوم عليه، سواء كان أمام القضاء، سواء كان مخفي قسريا، أي شخص قد اعتقل بسبب الانقلاب أو في غير قضية جنائية يجب أن يفرج عنه مهما كانت التهمة. تتعلل جماعة الحوثي أن هناك 101 اسم هم قالت انهم دواعش، ونحن نقول انه يتم تسليمهم حتى يعني نبعد هذه العذر، يتم تسليمهم للحكومه الشرعيه ومع ملفاتهم، وهناك نيابه وهناك قضاء وهناك النائب العام موجود في عدن، يتم يعني النظر الى هذه الملفات والتصرف بها وفقا للقانون حتى لا يكون هناك اي عذر. بالنسبه للاسماء المكرره الاسماء المكرره على الوفد الشرعيه ان يرد على هذا الامر وان يراجع الكشوفات، وكذلك الاسماء التي قالوا ان تم الافراج عنها، هناك تم نشر جميع الاسماء التي تم الافراج عنها وفي عمليات التبادل او الافراج الفردي الذي تقوم بمقابل اموال في بورصة المختطفين الذي تقوم بها جماعة الحوثي ومشرفيها باستلام مبالغ والإفراج عن المعتقلين. العدد التقريبي أستاذ عبد الرحمن تقريبا 16,000 8,000 ب8,000 من الطرفين، هل وفق المعلومات الموجودة الآن سيتم الإفراج عنهم بشكل في دفعات واحدة أم ربما على دفع متعددة؟ أعتقد أن العدد هو كبير وخصوصا جماعة الحوثي بالغت كثير جدا، لأنه لا أعتقد أن هناك 8,000 أسير 7,500 أسير لجماعة الحوثي، العدد مبالغ فيه بشكل كبير جدا، هناك أسماء ربما غير موجودة، هناك لاحظتنا في عملية التبادل التي كانت تتم في تعز الحوثيين جاءوا بكشوفات كبيرة جدا أضعاف ما كان موجود لديهم، أدوا الأسماء القتلى حقهم، أدوا أسماء مفقودين، أدوا أسماء أشخاص وهميين، لكن في حال عملية التبادل أعتقد العدد كبير جدا سيكون على مجموعات، وأيضا هناك يعني توخي من قبل الأطراف، ربما لن يدفع كل شخص بالأعداد الكبيرة في دفعة واحدة، لكنهم ستبدأ العملية كما يحددها الصليب الأحمر وأيضا المجتمع الدولي. طيب المعلومات التي تحدث أيضا عن نقل مختطفين من سجون الحديدة وإب والمحويت إلى صنعاء، كيف يمكن قراءة هذا التطور؟ يعني ما الهدف منه؟ بالنسبة للحديدة كانت عمليات النقل قد بدأت منذ اقتربت قوات الشرعية من الحديدة، وتم نقل مئات المعتقلين والأسرى من هناك، واستمرت هذه العملية إلى الأيام الأخيرة تم نقلهم باعتبار أنه سيتم تسليم الحديدة للقوات الأمن التي كانت موجودة قبل الانقلاب، لكن بالنسبة لبقية هذا ربما يكون يعني من ضمن إجراءات التسليم المعتقلين نقل الموجودين في إب وفي المحويت ومناطق أخرى والمحافظات الأخرى لتسريع عملية نقلهم ويعني تسليمهم للصليب الأحمر لنقلهم إلى الأماكن المحررة والتي تم الاتفاق على نقلهم إليها. طيب استاذنك بالبقاء معنا أستاذ عبد الرحمن، أعود لك في سؤال أخير، لكن أعود مرة أخرى لضيفنا من المغرب الأستاذ حسين الصوفي، قراءتكم للملاحظات التي أعلنها الحوثيون في مؤتمر صحفي في العاصمة صنعاء عن وجود أسماء مكررة وآخرين تم إطلاقهم مسبقا وأيضا ما تم توصيفهم بأنهم دواعش وقاعدة؟ هو يطلب من اللحظة الأولى على كل المختطفين بأنهم دواعش، يعني لم يتم يعني التعامل مع كل المختطفين حتى الصحفيين الآن يتعامل معهم على أنهم دواعش، يعني لم نجد أن أحدا من الحوثيين تعامل مع المختطفين بأجمعهم على أنهم
طيور الجنة، يعني لماذا يستضيفهم أصلا؟ يعني هو يوصف الكل الجميع بأنهم هكذا دواعش، والمواطنين بشكل عام اليمنيين كلهم لديه دواعش، حتى من أنصارهم، يعني هناك من خرج من السجون أخبرونا بأن هناك حتى من الحوثيين الذين يتم معاقبتهم وإدخالهم في السجون مثلا لارتكابهم مخالفة ما بينهم فيما بين، يقولون أنهم حتى هؤلاء الحوثيين المشركين يطلق عليهم بأنهم دواعش. فبالتالي هذه حجة ليست لا ينصص عليها في القانون، وأيضا هي معروفة بأنها من الذرائع التي يتخذها الحوثيون. لكن هذا هذه الحجة وهذا التوصيف في السياق العملي غير مهمة، هي ربما للاستهلاك والخطاب لأنصارهم، لكن في الأخير المجتمع الدولي رعاة الاتفاق والصليب الأحمر غير معني بهذا التوصيف دواعش أم لا. الاتفاق كان واضح، وما أعلن عنه أنه سيتم إخلاء سبيل كل من في الطرفين بأي تهم. نعم بالتأكيد، أنا أود أن أوضح نقطة مهمة، أنه ما يتم الآن حيث في اتفاقات مشاورات إدنيت ليست العملية عملية تبادل، إنما كان ملف المطلوب. العملية طرحت على أنه يتم الإفراج عن كل السجون، وهذه القضية طرحت في مشاورات الكويت، حيث طرح الوفدين هناك في الكويت على تضييق السجون بشكل عام وتحييد المدنيين وإفراج كل من في السجون من قبل الطرفين. هي ليست مقايضة وليست طابعة للتبادل، هي عملية تأتي من استجابة للحاجة الإنسانية وللواجب الإنساني والأخلاقي والقانوني الذي كان على المجتمع الدولي أن يرفض مثل هذه الجرائم التي تمس الإنسانية وتعتبر جرائم ضد الإنسانية. وبالتالي إن ظهر الحوثيون في مؤتمرات صحفية مثلا حتى يظهرون أنه فلان بدل فلان، هذه لا تغير في المعادلة شيء، لأن على الحكومة أن تضغط باتجاه ما تم الاتفاق عليه حرفيا، وهو انطلاقا من المبادئ الحقوقيه والانسانيه وايضا مبادئ القانون الدولي التي ترعاه الامم المتحده والتي تحرم استخدام المدنيين وحريات من اجل انتزاع مكاتب سياسيه او ماليه. طيب اعود للاستاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن، اذا هناك اصرار دولي على انجاح وانجاز هذا الملف، ملف المختطفين والمعتقلين، هذا الاصرار برايك كيف سينعكس بشكل ايجابي على الملف؟ استاذ عبد الرحمن تسمعني؟ نعم نعم، انقطع الصوت عاد الان. طيب اعيد لك السؤال. نعم، هناك حاله من الاصرار كما ذكرت في حديثك سابقا من المجتمع. طيب انت لو تسمعني من الهاتف استاذ عبد الرحمن حتى لا يحصل صدى في الصوت. انا لم اسمع السؤال جيدا، ولكن لا ادري هل صوتي واضح لديكم؟ واضح. سؤالي كان عن الإصرار الدولي الموجود اليوم لإنجاز هذا الملف، ملف المعتقلين والمختطفين، كيف سينعكس ذلك بشكل إيجابي على إنجاز وإتمام عملية التبادل بين الطرفين؟ نعم، هو الإصرار هذا يعني الضغط الدولي الذي سينجح في هذا الملف سينجح في ملفات أخرى. أعتقد أنه هناك نية لدى المجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن وتنفيذ القرارات الدولية. هذه المرة جاءوا يعني بشكل جدي وبشكل قوي. نلاحظ أنه فعلا بدأت الأطراف تعد المعتقلين والأسرى لتسليمهم. ربما كل طرف يريد أن يناور، وخصوصا جماعة الحوثي تريد أن تناور بعض الشيء، لكن هناك استعدادات لديها المعتقلين والأسرى العسكريات. ربما يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس الضغط على الجماعة الحوثي كي تسلم جميع المعتقلين. أعتقد أنه إذا نجحت هذه العملية عملية التبادل ونجحت قضية إحلال السلام في الحديدة، سيكون أن هناك فرصة في المجتمع الدولي للنجاح في إحلال السلام في اليمن طبقا للقرارات الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي. أشكرك جزيلا عبد الرحمن برمان المحامي والخبير القانوني، كنت معنا من نيويورك. أعود للأستاذ حسين. أستاذ حسين، فيما يخص عن أهمية وجود ضغط من الحكومة لإنجاز هذا الملف، كيف تتابع أداء الجانب الحكومي في ملف المختطفين والمعتقلين؟ نحن نتابعهم منذ أول يوم، كانوا في مشاورات في السويد وفي خطوط مستمرة ومتابعة شبه يومية من مثلا من وزارة أمات المختطفين ومن كثير من المعنيين. هناك متابعة حديثة وهناك اهتمام لافت، وهو اهتمام ملحوظ خاصة في هذه
الجولة وجدنا أن هناك اندفاع وتحمس من قبل العدوان بالحكومة، لكن هناك أيضا دعوناهم في الندوة الأخيرة التي أقيمت في المأرب لرابطة أمهات المستضعفين، وكان هناك وفد من الحكومة حاضر. طيب أستاذ حسين، نستأذنك بالبقاء معنا، نشرك معنا من صنعاء عضو رابطة أمهات المختطفين. أم علي، أهلا بك. إلى أي مدى أنتم متفائلون بما يحدث من خطوات في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين؟ إلى أي مدى؟ أنتم متفائلون؟ طبعا أشكركم على استضافتي في برنامجكم. طبعا بالنسبة كرابطة نحن بالتأكيد متفائلين، لأننا يعني نتفائل بأي فرصة تسعى لإنقاذ المختطفين، لكننا بنفس الوقت قلقين، وسبب قلقنا بسبب بعض المخاوف التي تتحمل إلى هذا التفاؤل الذي نحن نتفائل به. وأول ذلك أن جميع الاتفاقات السابقة في الإفراج عن المختطفين فشلت ذريعا، يعني حتى ما يسمى بالاتفاقية التي كانت على مستوى فردي فشلت وللأسف، وهذا أيضا من المخاوف التي تتحمل إلى ذلك التفاؤل. أيضا لدينا مخاوف كثيرة حول اتفاقية السويد، من مخاوفنا أيضا هو تساؤلنا هل سيتم تنفيذ الاتفاق كما هو وارد اتفاقية السويد فعلا أم لا؟ يعني بمعنى هل سيكون التعامل إنساني بالضبط، وأي أشخاص سيتم تجاهلهم في الاتفاق سيحصلون على حريتهم ويلزم الطرف الذين لديهم هؤلاء الأشخاص بإطلاق حريتهم دون قيد أو شرط كما وردت الاتفاقية؟ هل سيطبق هذا الشيء فعلا؟ أيضا من المخاوف التي تساومنا وتعيش معنا الإحالات الجديدة للمحاكمات، هناك إحالات جديدة للمحاكمات للمحكمة للنيابة للمختطفين، طبعا مختطفي ريما ومختطفي الحديدة وغيرهم من المختطفين. طبعا هذه الإحالات للمحاكم والمحاكم الهزلية التي صرنا عليها من القارب السنتين ودخلت في السنة الثالثة، وما زالت المحكمة الجزائية تقوم بإجراءاتها الروتينية تجاه هؤلاء المحاكمين، ما زالت تستدعي أو تعقد الجلسات ويعني وتقوم بإجراءاتها الروتينية تجاه هذه المحاكمات في ظل انتظار تنفيذ اتفاقية السويد وهو الإفراج. لماذا ما زالت هذه المحاكمات وهذه الإحالات؟ شكرا جزيلا لأم علي، والمعذرة الصوت كان غير واضح. أختم مع ضيفنا من مأرب حسين الصوفي. أستاذ حسين، الدور الأممي لرعاة هذا الملف المحتمل للضغط في إنجاز هذا الاتفاق برأيك؟ أعتقد أن الأمم المتحدة هي بحاجة إلى تبييض وجهها، خاصة في التقصير الذي حدث منها والملاحظات التي لا تزال تتردد من الحين والآخر واللوم والعتاب. أعتقد أنها ستعمل بكل جهدها من أجل تبييض وجهها في هذه الفترة المقبلة، خصوصا أن تعتبر ملف المستضعفين ملف تحدي لاستكمال الملفات الأخرى، وتعتبره يعني سيشجع الطرفين أو سيساهم في يعني تشجيع الكل حتى يستمروا في إنجاز ملف مشاورة السلام. لكن هناك إن لم يتم الضغط المستمر من قبل الحكومة والتواصل المستمر ومتابعة الجهات والمؤسسات المعنية من الصليب الأحمر ومفوضية السامي حق الإنسان بشكل يومي ومستمر في هذه الفترة القصيرة، أعتقد أنه ربما يعني قد يتم عمل فصل ما لإفشال هذه الصفقة. شكرا جزيلا لك حسين الصوفي، كنت معنا من مأرب. الشكر موصول لضيفنا في هذه الحلقة. في الختام تحية منتج حلقة هذا المسلسل، زميل وديع عاطف، في أمان الله.